مشاهدينا برنامج صباح النور الذي اعتدتم أن تأتيكم يوميا لمدة 3 ساعات، 2 من بيروت و3 من لندن. اليوم نسلم الأمانة كاملة إلى فريق العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. لكن المشوار أحمد ما كان ليبدأ لولا جهود فريق كامل عمل لأشهر هنا خلف الكواليس، فكان الجندي المشغول الذي يتصدر الحلبة في جميع المناسبات. لجميع هؤلاء نقول شكرا، فنستمر يدا بيد تحديا لأي ظروف قادمة وابتكارا لكل ما هو جديد. انا كم تشيل من اذا حجيك يا رولا. صباح الخير، السلام عليكم. اوكي تشيك اوتو كيوز اب سايد داون. انا كنت مخرج صباح النور تقريبا عام ولا عام عام، ساعتين من لبنان وساعه من هنا. بعد الاحيان يجي غلطه، يطلعوا غلطه على الهواء ونظبطوها على الهواء. وكان نادين واحمد فيري بروفيشنال مذيعين، واخوان نتمنى لهم النجاح ان شاء الله في بيروت. صباح النور. بالتأكيد قدم صباح النور لفترة وجيزة. أعتقد البرنامج بكل تأكيد كان علامة فارقة في مسيرتي الصحفية. أعتقد فريق عمل متميز جدا، سواء من محررين أو صحفيين أو رؤساء تحرير، ومادة أعتقد أننا سوف نفتقدها في لندن، أضافت إضافة كبيرة جدا للمشاهدين ولي شخصيا. أنا بشتغل انترفيو بروديوسر، يعني الضيوف الأساسيين للفقرة تبع صباح النور كنت يعني بشتغل عليهم. طب كانت إيه أصعب حاجة في شغل صباح النور؟ أصعب حاجة إنه عادة الضيف، يعني نحس الضيوف بيتكلموا لغة عربية بما إنه في لندن، فكان هذا هو التحدي. تعمل إيه حسن؟ والله برنامج الصباحي كالمعتاد، التقارير اللي ما تخلص، ان شاء الله تكون شيء حلو نقدم لكم. احلى شغله كانت بالنسبه لي مع اشتغلت معك، اعتقد مع رندا الفاشن اللي ابتدينا فيه، كان اخذ من عندنا تقريبا ساعتين. حيوحشني جدا. والله راح اشتاق لكم صراحه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. تنضم الينا الزميله دانيا ارشيد التي تحدثنا اليوم عن المضادات الحيويه. اهلا وسهلا بك دانيا. اهلا بك. صباح النور لكم احمد المشاهدين. بتذكر اول ما طلعت اول مرتين هيك ما كنت كثير متعوده على نادين واحمد ولا هم متعودين علي، فهيك حسيت في شيء غريب، بس من ثالث حلقه يعني دغري تجاوزنا كل شيء وصرنا تعودنا على بعض كثير، وصار في تنسيق رائع يعني نحسه قبل الحلقه واثناء الحلقه وحتى بعدها. كنت اشتغل على تقارير تكنولوجي صحه واتسون مش بيصير بلندن، فكان تقرير متنوعه يعني تقريبا. بحب التقرير، قلب التقرير صورته عن محل في لندن ببيع المنتجات للاجئين السوريين. واليوم بناخده اوف. صباح النور. عم نحضر الحلقه، عم نتابع مع المراسلين وعم نتابع مع الزملاء والصحفيين بالتيم، وبنعمل بلانينج وبنشوف ايه المواضيع اللي احنا هنناقشها كل اسبوع. نقعد انا ونخليه كده نقعد ندعبس وندور ونشوف ايه المواضيع اللي ممكن تهم الناس. ساعات بنعمل دي الروتا وبشوف هاخد اجازه امتى. التحدي يلي كتير كبير يلي بفتكر من وجهه كل يوم، هو اكيد كل حلقه وعندها مشاكلها ومصاعبها والتحدي تبعها صراحه، لانه هي حلقه مباشره على الهواء. احلى يوم اليوم اللي ممكن نطلع فيه من غير مشاكل، فاعتقد او اكشلي نطلع بمشاكل بس نقعد نضحك. بفتكر عملنا اشياء كتير حلوه، كمان مره عملنا ديفيليد مود، اجوا لعنا مصممين ازياء
وعرضات ازياء وعرضونا كفتان مغربي، فهيدا الشيء كان عن جد حلو. رح يوحشنا التيم، رح يوحشنا السبيريت اللي كانت موجوده، طريقه الشغل. بس اللي ما رح اشتاق له ابدا 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 هي الوعي الساعه 5 الصبح. التجربة كانت فريدة جدا، كانت غنية. نحب نقول أحمد، نادين، ناتالي، ياسمين، نخاف نسمي وننسى، فكل الفريق فعلا اشتغلت معهم، شكرا من القلب وسامحوني لو تعبتكم. ونتمنى فريق بيروت حظ سعيد يعني في الثلاث ساعات اللي من يوم غدوة إن شاء الله يبدأوا يعني نهائيا البرنامج يتحول كله إلى بيروت. حظ سعيد وشكرا للفريق في لندن، وشكرا لكل من وضعوا حظهم يعني واعطونا الحظ ان نشتغل على هذه البرنامج الرائعه والتجربه الرائعه في مسيرتنا. احمد، هم ليسوا فقط زملاء، هم اصدقاء. اكيد طبعا، وهذه فرصه لجنود الخفاء، دائما نوجه لهم كل تحيه من نادين وانا.